أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين في برنامج ولا تجادلوهم موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا جدا لأنه كلنا كلنا بنعيش في هذه الحياة وننتظر حادثة الموت الغالب أنه كلمة الموت أحيانا بتبقى كلمة مخيفة عند البشر لكن كل الديانات قدمت نظرة معينة لما بعد الموت الديانات البوزية، حتى الديانات البوذية، حتى الديانة الكونفوشيوسية حتى الديانات الشرق أوسطية كل الديانات كل الديانات حتى الديانات اللي احنا بنعتبرها ديانات غير موحدة أو ديانات غير سماوية آه، غير اليهودية والمسيحية والإسلام برضو عندها نظرة معينة لما بعد الموت عشان كده موضوعنا النهاردة عن الدينونة في الإسلام والمسيحية ما هو الفرق بين تعليم الإسلام عن الدينونة وما بعد الموت إيه هو ميزان الدينونة وإيه هي عقيدة الدينونة في المسيحية فنشوف النص الأول في سورة القارعة سورة القارعة 11 يقول كده فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية في تفسير ابن كثير فأم هاوية قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم يعني النص القرآني بيقدم مفهوم أنه في ميزان اللي تقلت موازينه في عيشة راضية هيخش في الجنات النعيم واللي خفت موازينه فأم هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يخش الجحيم على طول بأم رأسه فينزل هاوي بأمة رأسه. والحقيقه عند الرجوع الى هذه العقيده، عقيده ميزان الدينونه بترجع الى كتاب هرطوقي يسمى عهد ابراهيم كتاب قبل محمد بحوالي 800 سنه. 800 سنه عرب الجاهليه بيدينون بهذه العقيده، عقيده الموازين. انه ما بعد الموت هيبقى في ميزان. اللي تق... اللي يتقل يروح الجنه. موازينه يبقى فيه اعمال صالحه كتير. اللي تخف موازينه يروح النار. وكان كل المعتقد عن هذا المفهوم الحقيقه كمان انه كان في كتاب مترجم للعربي من كتاب الموتى ودي عقيده فرعونيه قديمه عن فكره وزن القلب وخف الريشه فكره انه الانسان اذا قلبه اتوزن فاذا برضه ثقلت موازينه يذهب الى التنين العظيم ويبتلعه اذا اذا خفت موازينه يذهب الى التنين العظيم ويبتلعه واذا ثقلت موازينه يذهب الى الخلود فالايه ديت، الايه القرانيه لا تقدم مصدر الاله الحقيقي بشكل يعني بعيد كل البعد، فالله الذي خلق الانسان لا يريد ان يكون مصيره في الجحيم او مصيره في نار ابديه او مصيره في ظلمه يعيش في ظلمه، لكن الحقيقه الله يريد لكل الناس، لكل البشر الحياه. يريد لهم الوجود في حياه حقيقيه وعلاقه شرك حقيقيه مع الله. السوره الثانيه اللي احنا نقراها موجوده في الانبياء 47 يقول بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر يعني احنا ساعدنا ان الناس دي يطول عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم والدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين نفحة من عذاب ربك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنص القرآني بيقدم مفهوم انه في موازين وهذا الميزان في يوم القيامة فلا مش هيحصل ظلم لاي نفس وان كان الحسنه بتاعتها زي مثقال حبه الخردل وحبه الخردل هي اصغر جميع الحبوب وده كان تشبيه انجيلي معروف جدا ان يسوع المسيح عندما حدث تلاميذه عن الايمان قال لهم ان من له ايمان مثل حبه الخردل يقول لهذا الجبل انطرح وانتقل وانطرح في البحر اذا مفهوم حبه الخردل ملوش دعوه خالص بالدينونه الابديه فاحنا بنشوف هنا نوع من انواع الخلط الايات التوراتيه بالايات الانجيليه ووضعها في اطار مختلف تماما تماما كل التمام. نشوف الايه اللي بعد كده موجوده في آه هود 114 يقول ايه؟ "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهبن السيئات" ذكرى للذاكرين "واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. قوله في تفسير ابن كثير بيقول كده ان الحسنات يذهبن السيئات يقول ان فعل الخير يكفر الذنوب السالفه، يعني تعمل حاجه خير تشيل ذنب قبل كده. كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال: كنت استمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه واذا حدثني عنه احد استحلفته. فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبي بكر وسمع إيه في الآخر دي زي العنعنة كده، يقول ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. يا سلام. يعني الموضوع بسيط جدا. أي واحد مسلم يتوضأ ويركع ركعتين بس تغفر له ذنوبه ويبقى في الجح في الجنة الأبدية، جنة الإسلام. الفكرة بتاع الإسلام، فكرة الصراط المستقيم. وفكره العقيده بتاع الموت وما بعد الموت فكره بنشوفها واضحه جدا جدا جايبها من عقائد يهوديه وعقائد مسيحيه وعقائد عرب الجاهليه وتجمعت وصارت الدينونه لكل من هو غير مسلم يلقى فيه عذاب اليم وكل المسلمين اذا ذهبوا للحج مره تخفر كل ذنوبهم وكل سيئاتهم ويدخلون الى جنات النعيم والجنة المحمدية هي جنة للرجل فقط لا نصيب فيها للنساء في شيء فالجنة المحمدية هي مكافأة للرجل وكل الآيات في محمد 15 والبقره 25 والطور 17 آيات كلها بتعالج هذه الحقيقة انه الاسلام يرغب المجاهدين في سبيله وفي سبيل نشره بجنة لا فيها دينون ولا عذاب أليم ولا نار ولا أي شيء لكن جنة خلد المخلدين ويعيش فيها مع حور العين وكله نون النون النون يختمها بنون النون وكأنه يريد أن يجذب هؤلاء الشباب ويضعهم في غيبوبة يغيبهم عن الوعي ويغيبهم عن, عن الحياة ويغيبهم ويريد منهم أن هم يأخذوا حياة ناس تانية علشان يعيشوا هذه الجنة الجنة موهومة المملوءة بالشهوات الجنسية. كثيرين من من الكتاب والمفكرين اللي استناروا بنور الانجيل استطاعوا ان يدركوا ان ما في الاسلام لا شيء يضيف قيمه للانسان لكنه ياخذه لاسفل لا يقدمه لاعلى مش بياخذ الانسان لقيمه روحيه اعلى لكن بياخذه لتحت. لكن عقيده الدينونه في المسيحيه عقيده مختلفه تماما فالمسيحيه تعلم بان هناك دينونه وايضا هناك خلاص ففي دينونه حقيقيه لكل الناس لكنها ليست مجرد دينونه بنار وكراهيه وبغضه بهذه المفاهيم التي قدمتها الديانه الاسلاميه لكن بيقدم ان الانسان له قيمه عند الله وأن العذاب الأليم غير موضوع للإنسان لكنه موضوع لإبليس وجنوده هو موضوع للإبليس أساسا لكن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فالإله الخالق العظيم الحقيقي إذا وضعناه مع إله الإسلام نكتشف أن إله الإسلام يريد أن يعذب كل الناس اما الاله الحقيقي يريد ان ينجو كل الناس من هذا العذاب ولا يريد ان يكون مصدرهم لكنه وضع طريقا للخلاص وضع خطه للخلاص يعلمنا الكتاب المقدس ايضا ان روح الانسان خالده بنعمه الله وان الموت الجسدي هو خروج الروح من الماده فالموت الجسدي بحسب تعاليم المسيحيه هو أن الانسان بيترك هذا الجسد في الارض ويعود الانسان الى تراب مره اخرى من تراب والى تراب نعود وان الروح والنفس الانسانيه التي خلقت على صوره الله تعود مره اخرى الى الخلود والخلود معناه الحياه الابديه والحياه الابديه يعبر عنها في الكتاب المقدس بان لا وجود لجنه مملوءه بالشهوات الاسلام يعبر عن دين الفطره وما ما هي الفطره؟ الفطره هي الطبيعه الانسانيه فالدين الذي لا يرتقي بفطرتي وبطبيعتي الانسانيه العاديه، لكن حتى بعد الموت ياخذني الى جنات مملوءه بحور العين. ينبغي ان نفكر فيه، هل هو مصدره الاله الحقيقي؟ هل الاله الحقيقي بحق ارسلنا لهذه الارض لكي نستمتع فيها بالجنس، وايضا في ما بعد الموت نستمتع ايضا بالجنس؟ ما هذا الاله؟ الذي يريد ان تعيش حياتي في بفطرتي وبغرائزي الله يقدس الجنس الله يريد أن الجنس يكون في إطار الزواج لأجل الإسمار والإكسار في الأرض لكن لا يريد أن تكون الجنة بما يسميها الإسلام أو الملكوت بما يسميه المسيحية مجرد ملكوت للشهوات الجنسية وممارسة كل ما هو مباح في النزوات الإنسانية والجسد فأحبائي المشاهدين ينبغي أن نضع هذه الأفكار في ميزان الحق فميزان الحق ينقلك نقلة جديدة خالص خليك تفكر بنظرة جديدة فالورلد فيو بتاعتك ما تبقاش مجرد نظرة أحادية لأنه مجرد أني, إني, اني أنا أعمل كل ما بدالي في الأرض وأذنب كل الذنوب الأرض ومجرد أن أنا أروح فقط لحج بيت الله ولف في الكعبة وارمي الشيطان بالجمرات فأنا كده يعني خلاص تغفر لي ما تأخر وما تقدم وابقى لي حياه ابديه ودينونه تروح من عليا لكن يعلمنا الكتاب المقدس ان الجميع أخطأوا وفسدوا واعوزهم مجد الله خلونا نشوف النصوص اللي موجوده في الكتاب المقدس النص الاول في كورنثوس الثانيه خمسة عشرة بيقول انه لابد اننا جميعا نظهر نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شراً في دينونه كلنا سنكون امام كرسي العداله الالهيه والعداله الالهيه لن تفرق ولا تعطيك انك انت عملت بعض الفروض والطقوس لا تعطيك بيرميشن تعطيك تصريح بانك انت عملت حاجه معينه تغفر لك كل هذه الامور لا انت وانا مولود بالخطيه وعلاج الخطيه الجذري لكي يعطينا الله حياه ابديه في المسيح يسوع عشان كده نشوف الايات اللي جايه بعد كده موجوده في رؤيا 21 من 3 ل 5 بيقول وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الهًا لهم ويقول بقى شوفوا شوفوا الجنه الاسلاميه بتتكلم عن شهوات وشوفوا الملكوت السماوي في المسيح يسوع بيتكلم عن إيه وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد سنكون أجساد ممجدة أجساد نورانية أجساد القيامة لأن الأمور الأولى قد مضت واضح جدا جدا النص الكتابي في رؤية 21 الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على الأر... على العرش شوفوا بقى التعبير الالهي ها انا اصنع كل شيء جديدا وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقه وامينه فالاله الحق الصادق والامين اراد لي ولك ان نعيش في حياه ابديه مملوءه بالخير والبركات الروحيه مش الماديه النص الثاني موجود ايضا في رؤيه 21 من 7 ل 8 يقول: من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحر وعبدة الاوثان وجميع الكذبه فنصيبهم في البحيره المتقده بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني اي الموت النهائي عشان كده احبائي المشاهدين اذا قارنا بين المفهوم العذاب والدينونه في الاسلام ومفهوم العذاب والدينونه في المسيحيه بنجد تشابه بسيط جدا ان هنا نار متقده بكبريت يهوى اليها وده جايبها بالطبيعه لم يضيف الاسلام شيء الى اليهوديه ولا المسيحيه بشيء لكن مجرد انه جاب نفس التعليم لكن اراد ان يعبر عن مفهوم الحياه والرا ونظرتك للحياه الـ الـ الاخرى ونظرتك الى العالم الاخر بعد الموت بنظره شهوانيه جسديه جزدانية بحتة. لكن المسيحية بتنقل الإنسان إلى آفاق أرقى وأبعد. فنشوف كده في النص اللي بعد كده موجود في متى 24 36 39 وكلمات الرب يسوع له كل المجد، قال كده: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان، الاسلام يقر ويعترف بان المسيح سياتي في اخر الزمان وسيقتل النبي الكذاب ويقيم العداله، فمن يستطيع ان يدين الناس غير الله؟ نريد ان ان جميع المسلمين يعرفون هذا، لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع، كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. ان الدينونه الالهيه ستاتي قلص لكن قلص على الذين لم يستعدوا للمجيء عشان كده دعوتي إليك أيها الحبيب المشاهد أعزائي المشاهدين في كل مكان تعالوا نقرر ونفرق بين حق الله وبين الوهم فمن يبني لي وهما لا أستطيع أن أصدقه لكن من يبني لي حقا هو ده اللي أنا عايز النهاردة أتبعه هو ده الإله الحقيقي الذي يغير حياتي ويغير دنيتي ويغير مفهومي فالدينون حق فالله يريد ان كل الناس يكون لهم ميزان من الحق والعداله فاذا كانت الافكار الاسلاميه تقودك الى مجرد وهم تعالى واعترف وقول له نقيني يا رب واشرق بنورك في قلبي وقول له يا رب انا عايز اعرف الوهم اللي موجود في الاسلام واللي قادني الى افكار كتيره جدا ان الموت الجسدي مجرد مرحله فيها ايضا عقيده شهيره جدا بعذاب القبر. وعقيده عذاب القبر مملوءه بكثير من الخرافات وال 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 والقصص العجائزيه اللي كانت بتروى وسط القبائل اليهوديه والقبائل النصرانيه. وانه ستاتي حيه افعى كبيره تلتهم الجسد ودود مش عارف يطلع منين ومرزبه كبيره وملك ملكين يحاسبوا الميت في القبر. وكل الادله بتقول ان ده وهم. لانه اذا راينا كل اجساد المسلمين في كل المقابر الاسلاميه في كل ربوع التاريخ الاسلامي لم نجد لحم متاكل ولا عظم مهروس ولا اي حاجه كله بيتحول لتراب زيه كله زي اي حاجه واذا اردنا ان نعبر عن بعض المستنيرين الاسلاميين يقول لك لا مصل ده عذاب القبر ده عذاب معنوي اي معنوي الله عندما يريد للانسان وبعدين في في المفهوم الاسلامي حتى محمد عندما سئل عن الجنه والنار قالوا وما منا الا واردها يعني كلنا واردين فيها كانه كلنا هنتغطس في النار وبعدين كده ربنا يتوبنا فنذهب الى الجنه هذا التعليم المزيف بكل المقاييس الاله العادل الصادق ينبغي ان يكون في حد فاصل ما بين الحق والباطل فاذا اذنبت ولا نفع لي فاذهب الى الجحيم ولكن اذا تطهرت وتنقيت وصار المسيح هو حياتي فاذهب الى الحياه الابديه الخلود عشان كده المفهوم الإسلامي للدينونة والجحيم مفهوم قاصر أما المفهوم المسيحي للمسيحية والدينونة هو مفهوم شامل فأي نظرة تحقق لك الحياة؟ أي نظرة تحقق لك الضمان؟ ففي المسيحية ضمان أبدي أما الإسلام يبني لك قصر من وهم عشان كده أعزائي المشاهدين إن كانت دي رغبة قلبك تعال النهاردة نضع كل الأمور في ميزان الحق ونصلي نصلي مع بعض ونختم حلقتنا النهارده الحقيقه لازم تظهر وتبان مهما عدى عليها سنين وان كانت رسالتنا من خلال قناه الصخره هي طريق المحبين لقلوب المسلمين احنا النهارده بندعو كل المسلمين ان هم يفكروا وان كانت دي رغبه قلبك تعال صلي معانا ليشرق الرب بنوره في قلبك ابونا السماوي يا اله الكون يا اللي خلقتني وخلقت كل البشر على الارض بصلي اليك يا رب من اجل كل احبائي المشاهدين في هذه اللحظات. تعال يا رب علينا بروحك القدوس انر واشرق بنورك في قلوبنا يا رب. نحن نريدك ونريد الحق ونريد الحق يستعلن لينا ان كانت الدينونه المحمديه والجنه الاسلاميه هذا الوهم الذي نسجه الافكار التي لا تمجدك ابدا على الاطلاق يا رب نريد يا رب أن نتطهر منها وأن نتنقى وأن نعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يا رب نسألك بركة لكل إخواتي المسلمين والمسيحيين في كل ربوع الأرض. لتنر لنا يا رب وتضعنا في ميزان الحق. فلا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لك كل المجد. آمين. أحبائي المشاهدين بشكركم على متابعتكم لحلقة النهاردة من برنامج ولا تجادلوهم وبدعوكم أن أنتوا يعني في الحلقات القادمة تواظبوا على مشاهدة هذا البرنامج لنضع هذه المقارنات ما بين الإسلام وما بين المسيحية ليس للجدال ولكن لإظهار الحق اللي عنده رغبة في مراسلتنا على عنوان قناة الصخرة أو تبعت لنا بالإيميل على إيميل البرنامج سلام المسيح إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الرب